وفي ذكرى وفاة الفنان الراحل علي الكسار النهارده نتكلم عن واحد من أهم الأفلام في السينما المصرية من بطولة علي الكسار، وهو فيلم سلفني 3 جنيه. خلونا نتعرف مع حضراتكم على أهم كواليس هذا العمل من ضيفنا اللي تشرفنا على التليفون، الأستاذ محمد شوقي المؤرخ الفني. صباح الخير يا أستاذ محمد، أهلا بيك. صباح الخير عليك يا أستاذة آية، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. يعني شخصية عثمان عبد الباسط اللي كان بينافس بيها شخصية كشكش بيه للراحل نجيب الريحاني، وكانت المنافسة طول الوقت حامية ما بين علي الكسار وما بين نجيب الريحاني، إيه أبرز كواليس سلفني 3 جنيه؟ طبعاً ده من الأفلام الجماهيرية وبداية الأفلام وبداية سينما الشباك في تاريخ السينما، تم إنتاج 39، وده بيعد يمكن من أنجح أفلام علي الكسار على الإطلاق. خاصة ان كان وكل اخراج افلامه كان المخرج الكبير توجو مزرحي، وده معروف عنه ان كان اكتر او مخرج الشباك الاول في تاريخ السينما. يمكن من كواليس الفيلم اللي حابب اذكرها ان كان دايما علي الكسار في اثناء التصوير كان بيجيب كل اعضاء فرقته معاه، فرقته المسرحيه، مما كان بيزعج توجو مزرحي مخرج الفيلم، واتكلم في الموضوع ده كتير، لكن مفيش فايده. كان علي الكسار بيحب جدا اعضاء فرقته، وكان كل عضو من اعضاء فرقته ممكن يجيب كمان بعض اسرته معاه. يعني كان كواليس الفيلم مليئه باعضاء فرقه الكسار المسرحيه. في حاجه مفارقه جميله قوي يا استاذه ايه في الفيلم، هو الفيلم ده كان اول صدام يحدث في تاريخ السينما بين صناع فيلم وبين احد المهن الطبيه، من خلال ان بعض اطباء الاسنان عملوا شكوى ضد هذا الفيلم بسبب تصوير صورة طبيب الأسنان بشكل كاريكاتيري شوية في عيادة الأسنان، وده كان أول صدام يحدث بين صناع فيلم وبين أحد المهن الطبية. إلى جانب أيضا كواليس فيلم علي سلفني 3 جنيه مع علي الكسار، هنشوف إن في حلبة المصارعة في مشهد النهاية دي كانت حقيقي على فكرة، وكان المصارع ده مصارع حقيقي وكان بيضرب، ففعلا في فرق في عشان يعملها كشكل تمثيلي. طبعا كان الضرب مش حقيقي، طبعا مش حقيقي، والضرب علي الكسار فعلا بجد لدرجة انه يعني وقف التصوير واتعطل التصوير اكتر من 3 ايام. كان في اصابات يعني؟ ضربة طائشة من المصارع الحقيقي اللي في فيلم علي الكسار. طبعا الفيلم من اوله لاخره هنشوف فيه مشاهد ماستر سين، يعني حتى المشهد وهو سايق العجله بيوصل بيها الاولاد للمدرسه، المشهد ده حقيقي، ووقع علي الكسار حقيقي. يعني الفيلم ده كان حتى فيلم كله اصابات، حتى حماته اللي اتشهرت جدا اللي هي ممثله جميله اسمها زكية ابراهيم، دي من الممثلات اللي بداوا ادوار الحموات في تاريخ السينما قبل مريم منير. هنشوف انها ايضا اتضربت حقيقي من المصارع اللي ضربها اثناء التصوير او اثناء اداء المشهد. حتى ان الفيلم اتكتب عنه في الجرايد فيلم اصابات، بسبب ان اصابات الفيلم او اصابات ممثلي الفيلم كانوا كلها كتير. يعني الفيلم اتعطل تصويره كذا مره بسبب هذه الاصابات؟ بسبب لان كان معظم هذه الافلام يعني ما كانش لسه في التقنيه العاليه اللي تخلي المشهد كانه حقيقي. وده كان اول ظهور كانش لسه في دوبلير، يعني ما كانش لسه بيتم استخدام الدوبلير وقتها. حتى لو كان في دوبلير، الدوبلير ما كانش بالتقنيه اللي هتبقى تطلع فيما بعد. وهنشوف الفيلم ده ايضا استاذ ايه اول ظهور حقيقي وواضح للفنان الكبير رياض الاصابجي الشاويش عطيه في المشهد الاخير اللي بينه وبين علي الكسار، اللي بيقايضه على انه ياخد 3 جنيه من ال 20 جنيه اللي هياخدها لو نجح في نهايه الحلبه. ده كان اول ظهور لرياض الاصابجي، وده كان فتح خير لرياض الاصابجي فيما بعد لامجاد سينمائيه في افلام كوميديه فيما بعد في تاريخ رياض الاصابجي. انا بشكرك على كل هذه التفاصيل والكواليس استاذ محمد شوقي المؤرخ الفني عن فيلم سلفني 3 جنيه اللي اتعرض من حوالي 84 سنه وما زال من اهم الافلام الكوميديه في تاريخ السينما المصريه.